السلام عليكم إخوان الأخوات، كنرحب بكم معايا في هذا الفيديو الجديد، وتحية كبيرة مني لكم. هذا الفيديو غادي تشوفوا فيه أول خروج إعلامي للزوج فتيحة، اللي كل شيء عرف شنو وقع لها في المباشر اللي كان دايرة هي الزوج ديالها. المهم الزوج ديالها كيقول بان الا بغات طلاق انا موجود، وانا كنقلب على مرأة والمغاربه عرفوني دابا بانني راجل من بعد ما قمت بهذاك العمل امام الجميع، وكيناشد جميع المغاربه باش انهم يتضامنوا معاه ويدخلوا القناه ديالو باش يشرح لهم شنو المشكل وعلاش قام بهذاك العمل. فالمهم وجهة النظر ديالي خوتي هو ان كيبان لي بان اليوتيوب ولا واحد خدا واحد المنحة اخر بالازواج، فهما ولاو كيبينوا المشاكل ديالهم امام الملأ باش انهم يطلعوا المشاهدات وباش يدخلوا عندهم الناس اكثر واكثر. هذا من الراي ديالي، فما نطولش عليكم، غادي نخليكم تسمعوا الكلمه اللي قال الزوج فتيحه روتيني اليومي. المهم نتوما راكم عالمين على كل شيء، وهاد الساعه انا كنطالب بالناس باش تضامن معايا وتدخل عندي القناه ديالي، وغادي نقول لهم غادي نشرح لهم كل شيء ان شاء الله. كما ديك الليله قالت بلي انت اللي دفعتيها باش انا دير المباشر، قلتي والو خصك الا بدا ما ديري المباشر. لحقاش هذيك الليله خويا، هذاك النهار عيطوا عليا ثلاثه الناس وبداو كيحرضوا فيا وتيعيروا فيا وتيسبوا فيا، تيقول لي انت ماشي راجل. قلت لهم اليوم الا ما كنتش راجل اليوم غادي نبين لكم الرجوله. علاش هادشي طلع لي في الراس اخويا؟ المدام ديالي هي ما كتصور شي حاجه خارج الطريق، وانما الانسان تيبقى عليك بالكومونتيرات وكيبقى عليك بالهضره والابيرات. اخويا ما نكذبش عليكم، طلع لي الدم ضربتها شي اللي كاين. نعم عادي، وانا اللي طلبت منها باش نديروا اللايف. علاش؟ باش نبرهن الناس المغاربه باش نوريهم شنو كاين. الناس شافوا الفيديو ديالك معلوم غادي يشوفوه. كنتي سكران؟ لا ما تنسكرش انايا، تنتكي غير طبيعي. كنتي في زيد الضوء من دوزي صافي بالصيب اخويا، ما نزيد نتكيف مزيان. هذاك النهار تكيفت مزيان وعاد دخلت اللايف، قلت هي قلت لها ديري اللايف، قلت لها ضروري غنديروا اللايف انا وياك باش نبرهن الناس المغاربه باش يعرفوا شنو كاين. لحقاش هادشي اخويا بزاف عليا، ويا كما سمعت البارح تفرجت في الانستغرام وتفرجت في الفيسبوك كتقول لهم بان هاد السيده غادي نطلقوا، وانا يا قابل ابغى نطلق يطلق. انا يا بغيت نمشي نشوف، بغيت نشوف انا بغيت انا اولادي. ما هي راه طلع العيالات، راه المغرب كامل عيالات، راكم نتوما كتعرفوا كل شيء.